لسه معاكم الواد نوفمبر 2013 بيبر 3 فاريانت 2 والسؤال الثامن بي بيقول لي figure 8.1 shows a circuit with 3 resistors, a power supply and 4 volt meters. حبايبي السيركت دي لو عايزين نصفيها تصفية السيركت دي اهي، يعني شايفين باور سبلاي بس، فولت ميتر هنا وفولت ميتر هنا وفولت ميتر هنا وفولت ميتر هنا، حاجات غريبة جدا جدا جدا. فمهم انك انت تعرف على الاقل تصفيها في دماغك، يعني السيركت دي اصلا عبارة عن ايه يا ولاد. السيركت دي بكل بساطة اهي اهي، دي اصل السيركت من غير فولت ميترز بقى، عبارة عن اتنين ريزيستورين بارالل ومعاهم دي ان سيريس وخلاص. انما الفولت ميترز هنا واللخبطه دي كلها هي يمكن ايه اللي ملخبطه الدنيا عليا. يعني تقدر تشيل ده كله من حسابك، تقدر تشيل الجزء اللي تحت ده كله من حسابك. تعال نشوف الراجل عايز يسال هنا يقول لي ايه بخصوص هذه السيركت. بيقول لي calculate the combined resistance of the three resistors. حبايبي انا معايا واحد وثلاثه ان بارالل، بعد ما وصلتهم ان بارالل وصلتهم مع 2 اوم ان سيريس، يبقى انا بكل بساطه هحسبها كالاتي. تعال نحسب البارالل كومباينيشن الاول. يبقى البارالل كومباينيشن الاول، تمام. البارالل كومباينيشن عباره عن ايه؟ عباره عن 1 في 3 على 1 بلس 3، 1 في 3 وده يطلع ب 0.75 اوم. الاثنين دول مع بعض يا ولاد اهم اهم، الاثنين اللي بارالل دول مع بعض ها كانهم حاجه واحده 0.75 اوم. طب ال 0.75 اوم دي اصبحت ان سيريس مع الايه؟ مع الايه؟ مع الاثنين. يبقى ال R total هتبقى equals ال 2 اوم بلس ال 0.75 ال 0.75 اوم. طبعا يبقى التوتال هنا 2.75 اوم. يبقى انا الثلاثه دول مع بعض كده، اثنين بارلل معهم واحده ان سيريس، هي كانهم على بعض 2.75 اوم. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي write down two relationships for the current in the circuit. تعال نبص على السيركت، تعال نبص على السيركت. انت تقدر تعمل حاجات كتير، تقدر تعمل حاجات كتير. اولا واضح ان i4 هي i1، فادي relationship. عايز relationship تانية؟ اقول لك i2 plus i3 يتجمعوا مع بعض يعملوا i4 اللي هي برضو ia i1. طيب عايز حاجة كمان؟ اقول لك حبايبي مش دي 1 اوم ودي 3 اوم، يبقى اقدر اقول لك ان اي 3 او اي 2 ثلاث اضعاف الاي ايه. ما هو بما ان دي 1 اوم يبقى الكرنت اللي هنا كبير، ومن ان دي 3 اوم يبقى الكرنت اللي هنا ايه قليل. طب ايه العلاقه ما بينهم؟ علاقه عكسيه، علاقه انفرسلي. يعني بما ان الريزيستنس دي تلت دي، اقدر اقول لك ان الكرنت ده تلت ده العكس. بما ان الريزيستنس ده ثلاث اضعاف ده، يبقى الكرنت ده ثلاث اضعاف ده. فانا ممكن اقول حاجه زي كده كمان. ففي حاجات كتير جدا جدا ممكن تتقال هنا، انا هنقي منها. ممكن اقول له i1 equals i4، تمام، ادي ريليشن شيب. ممكن اقول له i2 plus i3 equals i4 اللي هي برضو ايه i1. ممكن اقول له ان i2 هي ثلاث اضعاف i3. اهو نرجع تاني اهو، دي اللي في الريزيستنس القليله يبقى كرنت كبير، ودي الكرنت القليل لان هي في الريزيستنس ايه عاليه. يبقى نقول له ان اي 2 ثلاث اضعاف اي 3 انفرسلي مع الريزيستنس، اي 2 ثلاث اضعاف اي 3. كل دي حاجات حضرتك تقدر تقولها علاقات. طب الراجل عايز بقى علاقات للفولتج. حضرتك لازم تكون عارف ان دي بقى، معلش نرجع الرسمه تاني. انا اقول لك حبايبي، اولا واضح ان فولتج الباور سبلاي هو فولتج الاثنين دول مع بعض، يبقى في 1 هي في 4. واقدر اقول لك ان الفولتج بتاع الاثنين دول مع بعض، على فكره ما هو الريدنج الفولتج 2 هو لو انا حطيت هنا فولت ميتر، الفولت ميتر ده هيقرا زي الفولت ميتر ده. فقرايه الفولت ميتر ده بلس قرايه الفولت ميتر ده المفروض ان هي تديني ايه؟ تديني قرايه في 4. يبقى اقدر اقوله برضو كالاتي، ان في 2 بلس في 3 ايكوالز في 4. معايا؟ اقدر اقول له ان في 1، اقدر اقول له ان في 1 هي في ايه؟ هي في 4. معايا؟ دي برضو علاقات ممكن نستنتجها.